حضراتكم راح يكون عندكم الميلاد. يعني انا هسه بالنسبه لي انا خلال هالايام هذه، وايضا استاذ قحطان موجود واستاذ شكر راح يكون موجودين، لازم يقدموا لي ميلاد لاربع مدارس. لاربع مدارس، مدير، معاونين، والميلاد. قسم ياخذ مدرسه كامله وقسم ياخذ جزء محدد. انا اقترح انه نفتح المدارس بدون شروط، بدون تحديد المعدل، لهذه السنه فقط. زين، لهذه السنه فقط. لكن ايش راح نخلي؟ راح نخلي عدد، نضع خطه للسنه القادمه. نعم، ليس للسنه الجديده، السنه الحاليه احنا نعم ناخذ عينه عشوائيه من مدارس معينه غير مخصصه بمعدل. عينه عشوائيه من المدارس جميع المراحل باعداد احنا نختاره. كان يكون 30 طالب للمرحله، كان يكون 30 طالب استاذ، 30 طالب للمرحله الواحده او 40 طالب. بتوجيه من معالي الوزير التربيه الدكتور محمد اقبال الصيدلي، كان اليوم لقاء مع حملات الشهادات الدكتوراه والماجستير، وذلك لتهيئة الملاكات الخاصة في مدارس خاصة تكون تسمى بالمدارس التحدي. هذه المدارس سوف تكون نواة للمحافظات الأخرى، تنبع هذه المدارس من محافظة نينوى، يكون كادرها الكامل الملاك والإدارة والإشراف يكون من ملاك من حملات الشهادات العليا. هذه المدارس تنبع من بدايتها في محافظة نينوى وتستمر في باقي المحافظات إن شاء الله. تكون الآلية لها بأن يستقبل التلاميذ أو الطلاب من جميع المراحل، من أول متوسط إلى السادس الإعدادي، في جميع الفئات، ولكن بأعداد متميزة أو بأعداد خاصة، يكون في كل شعبة 25 طالب. هذه المدارس سنتحدى بها نينوى إلى جميع مدارس المحافظات الأخرى الموجودة في العراق. تكون هذه المدارس أيضا متابعة من معالي الوزير مباشرة، وتكون بآلية خاصة ونظام خاص من معالي الوزير. شكري وتقديري إلى معالي الوزير في التوجيهات والتعليمات التي ظهرها ومتابعته لتربية نينوى. تم اللقاء مع حملة الشهادات العليا على ملاكات المعاهد الملغاة، وتم توجيهنا من قبل معالي الوزير وبرعايته شخصيا إنشاء مدارس التحدي التي تكون كادرها من حملة الشهادات العليا حصرا، وذلك لترصين العملية التربوية وجعل نينوى في المواكب الأولى من التعليم. تم هذا اللقاء، ونأمل أن يكون الأسبوع القادم هو إشراقة وولادة جديدة لمدارس التحدي خدمة للعملية التربوية.